فيما مضى كان الفتوة كبير الحارة يحمي أهلها ويهتم بشؤونهم مقابل الإتاوة، عالم غني بتفاصيله رصده نجيب محفوظ في رواياته الخالدة. أما الآن فماذا تبقى من فتوات نجيب محفوظ على أرض الواقع؟ زمنك انتهى يا ميمون. لما زمني ينتهي يا عطوة يبتدي زمن الهلفيت اللي زيك. روايات كتبها محفوظ ليجسد بها تفاصيل الحياة اليومية للحارة المصرية والدور الذي قام به فتوات الزمن الماضي، وأصبحت مادة غنية تستوحي منها الدراما الكثير من أعمالها حتى اليوم. معظم القهاوي اللي قاعد عليها أستاذنا الكبير نجيب كان أصحابها فتوات سابقين، فالحكاوي كلها أني كل صاحب قهوة بعد ما تتيبس عضلاته من الضرب ولعب العصا فبيشتغل لسانه يحكي تاريخه المجيد. فأستاذ نجيب خد الأفكار وحطها في الحرافيش وحطها في بعض الروايات وحطها كإسقاط على أن الدولة ما كانتش بالشكل الكامل. ومع تقدم العصر تغير دور فتوة الحارة على أرض الواقع، فلم يعد النبوت هو الحكم والفيصل، وإنما التجأ الناس إلى ذوي الحكمة والكبار من أهل الحارة ليفصل في نزاعاتهم ويرد الحق لأصحابه، كما يفعل عرب الجزار هنا في منطقة الشرابية في القاهرة. كبير الحارة بيبقى بأخلاقه بأسرته بالناس اللي عايشة معاه حواليه ممكن يتحكم في مجال يعرف يفكه، وممكن ما يتحكمش يحوله للقانون. يعني أنا لو جاني مثلا واحد وبسمع من الطرفين، الطرف الغلطان مهما يكون هو مين ولا هو مهما قوته أقول أنت غلطان وعليك حق تدفع الحق. للحاج عربي وأقرانه من أصحاب لقب كبير المنطقة أو الحارة كلمة مسموعة عند أهلها، قد تكفي البعض عن الاستعانة بالسلطات الرسمية أو اللجوء إلى القضاء والمحاكم. يسرى أمين، اليوم على الحرة، القاهرة.